عبد الله بن سلام من علماء اليهود، يهود بني قينقاع، كان يسكن المدينة. تعرفون اليهود كانوا يسكنون المدينة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وصل أقول عبد الله فأسرع الناس إليه، وكنت ممن جاءه، رحت معهم، فتأملت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، قال له إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بها جبريل آنفا، يعني جبريل علمني أجوبة هذه الأسئلة. فقال عبد الله بن سلام: جبريل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عبد الله: جبريل عدو اليهود من الملائكة. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على جميع تساؤلات عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام ينظر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما يجيب على هذه الأسئلة إلا نبي. عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود، اليهود يعرفونه. قال: يا رسول الله، اليهود قوم بهت، قوم كذابين، اسألهم عني من أكون قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ما اقترحه عبد الله بن سلام. جاء اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ كيف هذا الرجل؟ كيف سمعته فيكم؟ قالت اليهود: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، فرحني فيه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أنه أسلم؟ قالت اليهود: أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله، عالم من علمائنا يسلم؟ لا لا، ما يسويها. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليهم: أرأيتم لو أنه أسلم؟ قالت اليهود: أعاذه الله من ذلك، ما يسويها. فخرج عليهم عبد الله بن سلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالت اليهود: شرنا وابن شرنا. ثم نظر عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. قصة آية جديدة إن شاء الله، موعدنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى.